كن مطلعا على السياسات والتعليمات الأمنية المعتمدة في الجامعة وتقيد بها. احذر من الرسائل والروابط المشبوهة ومجهولة المصدر، ولا تقم بالاستجابة لها والضغط عليها. تعتبر كلمة المرور بوابة العبور للمعلومات والبيانات الشخصية، فاحرص على إبقائها قوية متينة باتباع النصائح والإرشادات الأمنية الخاصة باختيارها. يرجى عدم نشر وإفشاء المعلومات والبيانات السرية الخاصة بالعمل في وسائل التواصل الاجتماعي. يرجى عدم مغادرة مكان عملك حتى يتم تأمين جهاز الحاسب الخاص بك، وعدم ترك الجهاز عرضة للاستخدام من قبل أي شخص آخر. مع تمنياتنا لكم بتصفح آمن. عمادة تقنية المعلومات.